بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدعي الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ثم في بداية هذه الجلسة وهذا اليوم، وهو اليوم السبت الأول من شهر رمضان المبارك من عام 43,400,000 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر، والحمد لله الذي بلغنا إياه، ونسأله سبحانه وتعالى كما بلغنا أن يوفقنا فيه للعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا، ويقومه إيمانا واحتسابا، ويجعلنا ممن ييسره ويوفقه للعمل الصالح فيه من وجوه الخيرات. شهرنا شهر مبارك وشهر عظيم، من أدركه ثم أعانه الله عز وجل فعمل فيه العمل الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى قد وفقه لخير كثير ووفقه للمغفرة. فشهر رمضان هو شهر المغفرة، وهو شهر البركات والخيرات، شهر القرآن، وشهر الصدقات، وشهر التراويح، وفيه العشر الأخير، وفيه ليلة خير من ألف شهر. من حرم خيرها فقد حرم، ومن أدرك شهر رمضان كما في الحديث ثم لم يغفر له فخاب وخسر، نسأل الله السلامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يغفر لمن لم يدرك هذا الشهر ووافاه أجله. ونحن على الطريق، نحن على الطريق، ولا ندري هل نكمل هذا الشهر أو لا نكمله، وهل ندرك العام القادم أو لا ندركه، فهذه كلها بيد الله عز وجل. ولكن العاقل والمؤمن هو الذي يستغل يومه، ولهذا سيأتي معنا في حديث معاذة، وهي من الصالحات العابدات، سيأتي معنا كما يعني قالت، يعني أنها أن ذكر عنها الإمام أحمد رضي الله عنه أنها في النهار
تتعبد وتقول يعني هذا يومي ولا أدري هل أدركه أو أتمه، ولهذا لا تنام. وإذا جاء الليل قالت هذه ليلتي ولا أدري هل أدركها، ثم لا تنام. وتقول عجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد في القبر. المقصود هو أن العبد وقد أنعم الله عليه وأكرمه ومد في عمره ومد في أجله حتى بلغ هذا الشهر الكريم، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يري الله ويري ربه من نفسه خيرا. كيف وأنتم أيضا خصكم الله بشيء اصطفاكم فيه يعني الناس، وهو أنه جمع لكم بين الشهر الحرام بين الشهر الكريم والبلد الحرام، وأنتم في مكة في بلد الله الحرام الحسنات فيه مضاعفة والعبادات فيه مضاعفة. ولهذا اعرفوا وقدروا نعمة الله عليكم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لصالح الأعمال إنه سميع مجيب. قال رحمه الله: باب الحيض. هذا هو آخر الأبواب من كتاب الطهارة من هذا الكتاب المبارك، وهو عمدة الأحكام للإمام المقدسي. فالباب هذا هو آخر أبواب الطهارة ومسائلها، بعده يأتي إن شاء الله كتاب الصلاة. ومعلوم أن الحيض مما تختص به النساء، وهو من أدق مسائل الأحكام. الحيض من أدق مسائل الأحكام وله أحكام كثيرة. وقبل أن ندخل في تفاصيل الأحكام نذكر معناه في اللغة، ولأن معنا في هذا الحديث الحيض والاستحاضة، معنى الحيض والاستحاضة. كما يقول العلماء الحيض في اللغة السيلان، الحيض، ولهذا يقول حاض الوادي إذا سال. ومعلوم أن الحيض سمي حيضا لأنه دم يسيل من المرأة في وقت معلوم في وقت معلوم. وقيل إنه أيضا من الحوض، من الحوض، وهو المستقر. الحوض هو اجتماع ما يجتمع فيه الماء، وقد يكون ذلك أيضا لأن الحيض يجتمع في رحم المرأة، ولكن اعترض عليه بعضهم من حيث اللغة، من حيث قالوا إن الحوض واوي والحيض يائي، ولكن لا يمنع أن يكون كما يقال من الشقاق الكبير. وعلى كل حال فهو من السيلان، وقد يكون التجمع أيضا لأنه يجتمع في رحم المرأة. وهو في الاصطلاح دم طبيعة وجبلة، يعني خلقه الله في النساء. الحيض دم طبيعة وجبلة، بمعنى أنه ليس دم مرض، فهو دم طبيعي وجبلي، كما يخرج اللعاب وكما يخرج ما يخرج من الأنف وما يخرج من الفم وما يخرج من غيره، فهذه أمور طبيعية. والحيض مثلها، بمعنى شيء طبيعي وليس مرضا، ويخرج منه، وإن كانت قد يصاحبه بعض الآلام كما هو معلوم في أوله، النساء في أول عادتها يصاحبها بعض الآلام، وتختلف النساء في مقدار الألم الذي يصيبها، لكنه هو دم طبيعة وجبلة، بخلاف الاستحاضة كما سيأتي. الاستحاضة هذا نزيف، وهو دم فساد ودم مرض. فإذا الفرق بين الحيض والاستحاضة أن دم الحيض دم طبيعة ودم جبلة وخلقة، كما كسائر السوائل التي تخرج من الإنسان، فهو من نوعها. وإن كان نجسا طبعا، هو دم ونجس، لكنه طبيعي وجبلي، بخلاف دم الاستحاضة فهذا دم مرض ونزيف ودم فساد كما يقول العلماء. وسيأتي إن شاء الله الكلام على تفاصيل هذه الأحكام. فالمقصود هنا التعريف بدم الحيض، وأيضا التعريف بدم
الاستحاضة. والحيض كذلك أيضا يرتبط به كما يقول القدامى 13 حكما، 13 حكم الحيض. أولها أنه علامة البلوغ في المرأة، إذا حاضت المرأة فهو علامة من علامات بلوغها، بمعنى أنها أصبحت مكلفة وأصبحت تتوجه إليها المطلوبات الشرعية والأحكام الشرعية. ولو كانت صغيرة، لو حاضت عمرها 10 سنوات أو 11 سنة فإنها تكون بالغا وتكون مكلفة، فيجب عليها الصيام والصلاة وسائر الواجبات الشرعية. فإذا الحكم الأول المتعلق بالحيض هو أنه يحصل به البلوغ. الثاني أنه تحرم به الصلاة. الحيض إذا جاء الحيض فإنه لا يجوز له أن تصلي، لا يجوز له أن تصلي. وأيضا يسقط به الفرض، بمعنى أنه لا فرض لا عليها، لا قضاء عليها. وسوف يأتي مع الكلام هذا إن شاء الله. الحيض لا يصح من المرأة أن تصلي ويحرم عليها أن تصلي. والشيء الثاني أنه أيضا لا تقضي، بمعنى يسقط به الفرض فلا يجب عليها أن تقضي. الثالث يحرم به الصيام لكن لا يسقط به الفرض. المرأة لا يجوز أن تصوم وهي حائض لكنها تقضي هذه الأيام، أيام الصيام من رمضان، إذا جاء الحيض في رمضان فإنها تفطر ثم تقضي فيما بعد. أما الصلاة فإنها لا تصلي ولكنها لا تقضي. كذلك من 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 أحكامه أنه يحرم فيه الطواف. المرأة يحرم لها، يحرم عليها أن تطوف كما هو معلوم، وكذلك أيضا يحرم عليها قراءة القرآن، وسيأتي الخلاف في هذا، لكنه هو من جملة الأحكام التي تتأثر بالحيض. وكذلك يحرم عليها مس المصحف، وهذا أيضا هو الحكم السابع. وأيضا يحرم عليها اللبث في المسجد، كذلك أيضا هذا من المحرمات. وكذلك أيضا يحرم وطؤها في الفرج، أيضا لا يجوز للزوج أن يطأ زوجته وهي حائض، وسوف يأتي الكلام على هذا إن شاء الله. لا يجوز أن يطأها وهي حائض، ويجوز أن يباشرها، بمعنى أن يضمها وأن يقبلها وأن يمسها بسائر بدنه، بيده، بقدمه، بفخذه، بسائر بدنه. فمسها لا مانع منه ما عدا الوط والفرج، الفرج لا يجوز. وسوف يأتي معنا حديث عائشة إن شاء الله في هذا الموضوع. وأيضا من أحكامه أنه يحرم الطلاق فيه، يحرم الطلاق فيه، بمعنى لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، لا يجوز أن يطلقها وهي حائض. وهذا يسميه العلماء الطلاق البدعي ولا يجوز. لكن هل يقع ولا يقع؟ بعض العلماء يقول لا يقع، الطلاق البدعي لا يقع. وبعض العلماء يقول يقع مع الإثم، يقع مع الإثم. وهذا سيأتي إن شاء الله في أحكام الطلاق بإذن الله. فالمقصود أن من أحكام المتعلقة بالحيض الطلاق، وأنه ليحرم تطليق المرأة في حال حيضها. وكذلك من أحكامه العدة، أنها تعتد ذات الحيض تعتد بالحيض، بمعنى أنه إذا طلقها زوجها، إذا طلقها زوجها فإن عدتها تكون بثلاث حيض، إذا حيضات. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، 3 قروء يعني 3 حيضات، وقيل إن القرء هو الطهر. المقصود أن الحيض في بعض الأحوال تتأثر به العدة، بمعنى ذات الحيض، أن ذات الحيض عدتها تكون ب عدة الطلاق، يعني أن
يمر عليها ثلاث حيضات كما سيأتي إن شاء الله في أحكام العدة بإذن الله. إذن هذه بعض الأحكام وسوف يأتي لها بعض التفاصيل، هذه بعض الأحكام المتعلقة بالحيض كما ذكرها ابن قدامة وغيره. وكذلك أيضا في النساء في عهد النبي الذي جاءت بالأحاديث خمس نساء ذكر أنهن يعني يستحضن ويحصل لهن الاستحاضة وليس الحيض، الحيض لجميع النساء، لجميع النساء، لكن الاستحاضة ذكر في الحديث خمس نساء منهن حديث فاطمة هذه وأم حبيبة وهي حمنة وأيضا أم سلمة سودة بن زمعة وفاطمة بنت أبي حبيش اللي هي التي معنا في هذا الحديث وزينب بن جحش أيضا حمنة بن جحش أخت زينب، كذلك أيضا سهلة بنت سهيل القرشية العامرية وسودة بن زمعة، فهن خمس هؤلاء كنا يستحضن في وجاءت به الحديث في أحكامهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض، هي طبعا كما قلنا هي أخت زينب، وزينب هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أختها. سألت النبي لا أسف لا لا إلا هذه بنت أبي حبيش ليس بن جحش لا هذه ليس أختها لا أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر، أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة. إذن بمعنى أن عندها حيض وعندها استحاضة، وهذا يحصل لبعض النساء أنها تكون ذات حيض واستحاضة. والنساء في الحيض كما يذكر الفقهاء أنواع، هناك امرأة يعني مستحاضة طبعا ويأتيها الحيض لكنها لكن تميز بين حيضها واستحاضتها، بمعنى أن دمها أن دم الحيض عندها يفترق عن دم الاستحاضة، بمعنى هي تدرك والأصل أنه طبعا أنه يتميز أن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. نحن قلنا إن دم الحيض هو دم جبلة وطبيعة وغالبا هو يعني له رائحة وأسود وغليظ وثخين، بينما دم الاستحاضة دم فسد نزيف يعني أحمر، أحمر عادي ورقيق ويسيل. هذا يقول العلماء إذا كان المرأة عندها هذان النوعان بمعنى تميز بين دميها فإنها تأخذ من دم الحيض ولا تلتفت إلى دم الاستحاضة، بمعنى تمتنع عن الصلاة في دم الحيض، بينما الدم الأحمر هذا لا تمتنع وإنما تصلي وتصوم ويطأها زوجها. لا لما إذا كان دما أحمر. وأيضا قد تكون معتادة بمعنى أن لها عادة، المرأة معروف أن أغلب النساء لهن عادات، ستة أيام خمسة أيام سبعة أيام تسعة أيام، المرأة عادتها تعرفها وغالبا تكون ثابتة، غالبا تكون عندها ست وهذه عادته خمس وهذه سبع، فإذا كان لها دم فإذا كان لها عادة تعرفها فإنها تلتزم بعادتها وما عداها لا تلتفت إليه. مثلا إذا كان عادتها أنها ستة أيام من أول الشهر منتظمة ومعها دم طبعا مع استحاضة،
فنقول فقط لا يلزمك إلا دم العادة 5 أيام الأولى، هذه هي التي تمتنعين فيها عن الصلاة، وزوجك لا يطعوك وسائر الأحكام. فإذا انتهت 5 فما عداها استحاضة، ولا تمتنعي فيها عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن أن يطعها زوجها. فإذا المعتادة تلتزم عادتها، والمميزة إذا كان تمييز إذا كان تمييزا صالحا كما يقول العلماء فإنها أيضا تأخذ بهذا التمييز الصالح، بمعنى صالح لأن يكون حيضا، بمعنى أنه في العادة لا يكون مستمر 15-20 يوم، لا. فإذا كان تمييزا صالحا فإنها أيضا تأخذ به، وما عداه تصوم وتصلي وتقضي الواجب كما يقول العلماء إلى آخره. هذه المرأة زينب فاطمة قالت يا رسول الله إني يستحاض، بمعنى يأتيني دم زائد عن دم الحيض فلا أطهر، فلا أطهر بمعنى لا يحصل عندي طهر انقطاع دم، بمعنى معلوم أن 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 الحيض إذا انتهت عادتها انقطع دمها، فإذا انقطع دمها يقال طهرت، إذا انقطع دمها يقال طهرت. فهي تقول يا رسول أنا لا أطهر بمعنى دمي مستمر، فهي تعرف أن الدم أن الحيض يمنع الصلاة، وتعرف أن الدم أن الطهر يكون بانقطاع دم الحيض، فتقول أنا لا أطهر بمعنى أنه لا ينقطع الدم. إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ أترك الصلاة ما أصلي أبدا، لأن الوقت عندها يطول أكثر من 6 أيام 5 أيام 7 أيام 10 أيام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن ذلك عرق. ما معنى عرق؟ العلماء يقولون إن دم الحيض يخرج من قعر الرحم، دم الحيض يخرج من قعر الرحم، وكما قلنا أسود ثخين له رائحة إلى آخره. دم الاستحاضة لا، من أدنى الرحم ويخرج من عرق، ويسمى العاذل، الفقهاء يسمونه، وقد يسميه أيضا كذلك الأطباء المختصون بشؤون النساء، فيسمى هذا العرق الذي ينفجر كما في بعض الروايات قد ينفجر، أو قال إنه ينفجر عرق ينفجر. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال إنه عرق ينفجر، بمعنى أنه ليس دم حيض وإنما دم يخرج من أحد العروق. وكما قلنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك عرق، عرق ينفجر ويخرج منه دم عادي، دم أحمر معتاد. ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، بمعنى أن فاطمة بنت رضي الله عنها بنت أبي حبيش لها عادة معلومة، فإذا هي من ذوات العادة المعلومة أو المعتادة، فكأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عادتي 6 أيام أو 7 أيام، فقال لها إلزمي عادتك، ولهذا قال لها دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها 6 أيام حسب عادتك، ثم اغتسلي، يعني تغتسل بعد الحيض وإن كان الدم معها، وإن كان دم الاستحاضة معها، فإنها لا تلتفت إليه من حيث أنها لا تمتنع عن الصلاة ولا عن الصيام، ولا مانع أن يطأها زوجها أيضا كذلك بعد انقضاء مدة الأيام الحيض المعتادة. ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، وليست بالحيضة، بمعنى بمعنى أن هذا الدم الزائد ليس بالحيضة، ف
فإذا أقبلت الحيضة اللي هي الأيام التي أنت تعرفينها، لأنها كأنها قالت لي أيام أعرفها، فقال فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. بمعنى كما قلنا هي ذات أيام، ذات عادة معتادة في الحيض، 6 أيام 5 أيام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهت أيامك المعتادة لا تلتفتي للزائد، لا تلتفتي للزائد. الحيضة ضبطت بالحيضة وبالحيضة. الحيضة فعله بمعنى المرة، ولهذا أبو الخطابي قال إنها الحيضة بكسر الحاء، وغلط من فتحها، وبمعنى أنه الحيضة بمعنى الهيئة فعلة، كما تقول أنا جلست جلسة المتواضع، وهذا جلس جلسة المتكبر مثلا. فالفعلة تدل على الهيئة، والفعلة الحيضة تدل على المرة، بمعنى جلست جلسة واحدة. ولهذا الخطابي يقول إن ضبطها الحيضة بكسر الحاء، وغلط من فتحها، لأنه رأى أن المراد هو الهيئة، يعني بمعنى إذا كنت في حالة الحيضة. والصواب لأن الحيضة، لماذا؟ لأن ليس المراد المرة، المراد المصدر بمعنى الحيض، الحيض. ولهذا يعني في الصحيح أنها بفتح الحاء، أنها بفتح الحاء بمعنى والمراد الحيض، لأن الحيض وكل المسائل من 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 المصادر، الحيضة والحيضة، اسم المرة واسم الهيئة، كلها من المصادر. طبعا هذه لطلبة العلم يعني. وفي رواية وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي فاغسلي عنك الدم وصلي. إذن المرأة غالبا تغتسل غسلين، الغسل الأول إذا كانت صاحبة عادة معروفة أو مميزة فإنها إذا انتهت عادتها تغتسل وإن كان معها الدم، ثم إذا انتهى الدم نهائي أيضا ينبغي أن تغتسل، ينبغي أن تغتسل. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا أيضا حديث عائشة في أم حبيبة، كما قلنا لكم أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 5 الذي ذكر أنهن يستحضن، فاطمة بنت أبي حبيش، وأم حبيبة وهي حمنة، هي حمنة وهي أم حبيبة، وهي أخت، هذه أخت زينب، هذه أخت زينب بن جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وحمنة هذه زوجها عبد الرحمن بن عوف، زوجها هو عبد الرحمن بن عوف. عائشة رضي الله عنها تروي هنا أن أم حبيبة وهي حمنة بن جحش استحيضت 7 سنين، يعني كانت ذات استحاضة، يعني بمعنى أن معها دما زائدا عن دم الحيض، معها دم زائد عن دم الحيض. قال فسألت أم حبيبة لحمنة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، قال فكانت تغتسل لكل صلاة. لا، هي الحائض لا تغتسل إلا إذا طهرت، لكن هي أم حمنة اجتهدت لنفسها فكانت تغتسل لكل صلاة. ولهذا الرواية فكانت تغتسل هذه
قال العلماء إنها من فعلها وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تغتسل كل صلاة أو كل وقت، لا، إنما هي اجتهدت فصارت تغتسل لكل صلاة، ولهذا ليس في الصحيحين أنها كانت تغتسل لكل صلاة، وإنما أمر أن تغتسل، بمعنى تغتسل إذا انتهت، إما انتهت العادة تغتسل كما قلنا في العادة المميزة والمعتادة، تغتسل إذا انتهت عادتها أو إذا انتهى تمييزها، والمستحاضة لا يلزمها أن تغتسل، وإن كانت اغتسلت من باب الاستحباب ومزيد من التطهر، لكن أن تغتسل لكل وقت لا، لا يلزمها، ولكن هذا من فعل أم حبيبة رضي الله عنها، بمعنى الشهادة منها وحرص منها زيادة، فكانت تغتسل لكل صلاة. وذهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة، ولكن هذا شاق، ولا وهو قول مرجوح. وورد الأمر بالغسل لكل صلاة في رواية في غير الصحيحين، في رواية في غير الصحيحين أو خارج الصحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. هذا حديث عائشة فيه أحكام كثيرة تتعلق بالحيض وأحكام المرأة الحائض. أولها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب. هذا طبعا ما له علاقة بالحيض، هذا في الجنابة، ومر معنا أحكام الجنابة مرت معنا فيما سبق، لكن هذا الحديث يدل على أنه لا مانع أن يغتسل الزوجان جميعا وإن كان مكشوفا العورة، فالرجل له أن يرى عورة زوجته والمرأة كذلك ترى عورة زوجها، وأن يغتسل جميعا هذا لا مانع منه. وعائشة تقول هنا أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، هذا يعرف وهذا يعرف، وأيضا يدل على أن الجنب إذا أدخل يده في الماء أنه لا يسلبه الطهورية، أنه وإن كان جنبا فإنه لا يسلبه الطهورية، فهي تأخذ وتغتسل وهو يأخذ ويغتسل، حتى أن تقول دعني دعني في بعض الروايات كان بمعنى يتناوبان وأيضا يتعجلان كل واحد أن يأخذ أكثر من الآخر، لا شك أنه من باب يعني حسن العشرة وحسن الألفة ونوع من الألفة. فتقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، هو عليه الجنابة وهي عليها الجنابة، فهو يدل على جواز ذلك، وأن يغتسل الجنوبان من إناء واحد، وأنه لا يضر اغتراف الجنوب من الماء، وأنه لا يسلبه الطهورية. في قوله: وكان يأمرني فأتزر، يعني وهي حائض، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، هذا أيضا من أحكام الحيض أيضا، وهو أنه يجوز للرجل أن يباشر. المباشرة ما هي؟ المباشرة هي أن تمس البشرة البشرة، سميت مباشرة بمعنى أن البشرة العارية تمس البشرة، فمس البشرة البشرة تسمى مباشرة، أو تمس اليد الفخذ وهي عارية تسمى مباشرة، أو فخذ مع فخذ وهي عارية مباشرة، أو بطن مع بطن، أو ظهر مع ظهر، أو كتف مع كتف وهو عاري تسمى مباشرة، بمعنى أن البشرة تمس البشرة. فقولها رضي الله عنها: فيباشرني، بمعنى تمس بشرته بشرتي من غير حائل، من غير أن يفصل بينهما قماش أو غيره. وكان يأمرني فأتزر، الاتزار هو غالبا يكون تغطية ما بين السرة والركبة،
تغطية ما بين السرة والركبة، هذا هو الاتزار. جانب لغوي استدركه العلماء، قالوا فأتزر هنا بألف كما قالوا وتاء مشددة، قالوا وهو الدائر على الألسنة، قالوا وهو عامي، فهي غير صحيح، غلط. ولهذا قال الصحيح أن يقول أأتزر وليس أتزر، أأتزر. لماذا؟ بهمزتين. قالوا لأن الأولى همزة وصل طبعا، والثانية أصلية، الثانية أصلية فهي فاء الفعل. فاء الفعل علماء التصريف يجعلون الكلمة ثلاثية وجعلوا لها الوزن فعل، فعل مثلا ضرب فعل، ضرب وزنه فعل، الضاد هي الفاء والعين هي الراء والباء هي اللام. فمثلا ضرب يقولون الباء هي لام الفعل، الراء هي عين الفعل، الضاد هي فاء الفعل، فضرب فعل، فالضاد هي الفاء تقابل الفاء، والراء تقابل العين، واللام تقابل الباء، والباء تقابل اللام. ائتزر الألف هي الفاء، بمعنى ائتزر افتعل، يعني الفعل يكون ثلاثي رباعي خماسي ثلاثي، فاعتزر رباعي افتعل. ولهذا قالوا الهمزة الثانية ائتزر، قالوا الثانية هي فاء الفعل، فاء افتعل، فاء افتعل. وكان يأمرني فأعتزر فيباشرني، كما قلنا المباشرة هي أن تمس البشرة البشرة من غير حائل، من غير حائل. قال فيباشروني وأنا حائض، وهذا يدل على أن الحمد لله، وهذا جاء في ديننا أن الحائض امرأة بمعنى عادية كسائر النساء وكسائر الرجال، طاهرة وتؤكل وتشارب وتجالس ويعمل معها كما يعمل مع غير الحائض، بمعنى أن المرأة محترمة في جميع أحوالها سواء كانت في حال طهر أو في حال حيض، وحيضها أو ليس بيدها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك. والأمر الثاني أنها يعني مكرمة ومعززة في جميع أحوالها، فالرجل وحتى الأب والابن والأخ يعيشون مع أبنائهم ومع بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم وزوجاتهم، وإن كان ذوات حيض كما يعيش مع سائر النساء ومع سائر الرجال، فالمرأة محترمة في جميع أحوالها، وهذا من كمال ديننا. بينما في ديانة اليهود المرأة الحائض نجسة ولا تجلس معهم لا في الغرفة ولا في مكان آخر، يبتعدون عنها. وقد يكون هذا في بعض الديانات، في ديننا لا، المرأة لا يؤثر فيها وجود الحيض أو غيره، فهي كاملة ومحترمة ومقدرة في جميع أحوالها وأوضاعها، صحيحة مريضة حائضة طاهرة إلى آخره. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشرها ويعيش معها، بل حتى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء. فالمرأة يعني يعمل معها كما يعمل مع سائر النساء. فقال وكان يأمرني فأتزر فيباشروني وأنا حائض. إذن هذا الحكم يجوز للرجل أن يباشر من امرأته كل شيء إلا النكاح، لكن قال العلماء هل له أن يباشر ما لأن كان يأمرني فأتزر، وقلنا الاتزار هو من السرة إلى الركبة، هل له أن يباشر ما تحت الإزار كالفخذ مثلا أو الإلية؟ بعض العلماء يقول لا، بعضهم يقول لا مانع، المقصود الفرج، الفرج لا يجوز لأن في حال الحيض.
ولهذا قال في الحديث الآخر اصنعوا كل شيء لك. لكن الإنسان إذا كان يخشى على نفسه بمعنى شهوته قوية أو لا يستطيع أن فلا ينبغي أن يباشر، خاصة المناطق القريبة من الفرج إذا كان لا يقع على نفسه أو يخشى أن يقع في المحظور، فهذا ينبغي أن يبتعد. أما إذا كان لا ولا مانع طبعا أن يمني وأن يستمني، ما في إشكال يعني من برا، يعني ما في أي إشكال في الفخذ أو في الأمام من الخلف ما في إشكال، لكن الفرج لا، الممنوع هو الوطء في الفرج أثناء الحيض، وكان يأمرني فأتزل فيباشروني وأنا حائض. الثالث في أحكام هذا الحديث وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، هذا حكم أيضا، وهو أولا أن المعتكف الأصل أن يبقى في معتكفه ولا يخرج، لا يخرج من المعتكف من المسجد مثلا إلا لحاجة، كان يذهب إلى دورة المياه وكذا ونحو ذلك يتوضأ، أو حتى إذا كان مثلا لا يأتيه الطعام في معتكفه لما أن يخرج ليأكل الطعام سواء في بيته أو في المطعم ما في إشكال، لكن لا يخرج إلا لحاجة. فلكن هذا الحديث تدل على أن المعتكف لا يخرج، وأنه إذا أخرج جزءا من بدنه أنه لا يضر. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون أن بيته كان مطل على المسجد النبوي، وحجرة عائشة تطل على المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لكنه يخرج رأسه إلى بيت عائشة، فتأتي عائشة فتغسل رأسه وبدنه في المسجد ورأسه من كوة أو من فتحة أو من الباب وتغسل رأسه. تقول كان يخرج رأسه، كان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، يدل على أن مباشرة الحائض لا يضر في حال حيضها أن تمس زوجها أو أن تمس شيئا من الطعام أو تمس أو تصافح أباها أو تسلم على أبيها أو تقبل أباها أو نحو ذلك، لا مانع. فالحائض لحيضها لا يمنع من أن تزاول الأمور المعتادة أبدا. وأيضا يدل هذا على أن النساء تخدم الرجال، فالزوجة تخدم زوجها، فحين تغسل رأسه هذا الخدمة، ولذلك ينبغي النساء لا تتأخر في خدمة زوجها في الأعمال المعتادة، وأن زوجها لا يكلفها أيضا ما يشق عليها، لا ينبغي أن يكلفها ما يشق عليها. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.